يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. خلونا دلوقتي نشوف معاكم مجموعه من التمارين البسيطه مع كابتن نهال ثابت وهي مدربه جيم النادي الاهلي فرع مدينه نصر. صباح الخير، صباح التفاؤل، معاكم كابتن نهال من النادي الاهلي فرع مدينه نصر. النهارده هنتكلم على التمرينات خاصه بالجزء اللور، فدي تمرينات للرجلين وتقويتها، بان احنا معظم الوقت بنستخدمها في القعده في المشي في حاجات كتير، بس برضو قبل ما نبدا التمرين لازم ان احنا نشتغل نعمل ورم اب للجسم عشان وستريتش برضو في الاخر عشان ما يحصلش اي افكت على الماسلز تحصل كرامب او اصابه ليها. فانا اول ما قبل ما ابدا التمرين هعمل اي حركه ان انا هسخن بيها جسمي، ممكن اشتغل ستيب تاتش وانا واقف مكاني. هنا برضو هعد 8 عدات 1 2 3 4 5 6 7، وهعمل 1 مور تاني 1 2 3 4 5 6 7. هي اللاست 1 2 3 4 5 6 7. هعمل في ستاب هنا 1 2 3 4 5 6 7. هي اشتغل مارش في مكاني، هعمل بس تهيئة الجسم كله قبل ما اشتغل، وبعد كده هبدا تمرينات للرجلين خاصه بيها. فانا من هنا هشتغل اول تمرين سايد ليج ريز، من هنا هرفع رجلي فوق وهرجع تاني، رجلي لفوق وهرجع تاني. هنا اهم حاجه وانا شغال جسمي ما يميلش الاتجاه التاني، انا شديت جسمي من هنا وهرفع وانزل تاني 1 2 3 4 5 6 7. هي برضو بين كل تمرين بعمله 3 سيتس، كل سيت 15 عده، وريح بينهم من 15 من 30 ثانيه لدقيقه بين كل تمرين. برضو هشتغل الناحيه الثانيه 1 2 3 4 5 6 7 and one more 2 3 4 5 6 7. معانا تاني تمرين هشتغل لونجز، من هنا اشتغل رجلي، اهم حاجه الاثنين مش على خط واحد، رجلي قدام ورجلي ورا. من هنا هنزل تحت واطلع فوق، هنزل لتحت واطلع فوق. اهم حاجه وانا شغال ركبتي ما تطلعش قدام 1 2 3 4 5 6. هبدل الرجل التانية، انا شغال هنا على قدام 1 2 3 4 5 6 7. برضو بريح بين كل تمرين 30 من 30 ثانية لدقيقة بين كل عدة. تالت تمرين من هنا لو حد ادفانتج بقى ادفانتج شوية، من هنا هنزل اشتغل جمب سكوات، هنزل زق الورق. اهم حاجه وانا نازل ركبتي ما تعديش مشط رجلي، يعني زق بالهبس الورق. هنا يعني بنزل على قدام واطلع جامب فوق، على قدام وارجع جامب فوق، هنا وزق على ورق كده. يبقى احنا خلصنا تمارين الليجز، الجزء بتاعت الجسم. بس اهم حاجه بعد ما اخلص التمرين لازم اعمل استرتش من هنا عشان ما يحصلش اي كرام او اي مشكله في المفاصل. هنا بزق لفوق واثبت برده 15 ل 20 ثانية، الناحية التانية اشتغل واثبت من 15 ل 20 ثانية، تنزل تحت واثبت، شد قدام برضو الناحية التانية، هنا خلاص. يبقى احنا كده عملنا استريتش الرجلي علشان ما يحصلش أي حاجة بعد ما خلصنا التمرين. اهم حاجه نكون يا رب نكون افدناكم النهارده وعملنا تمرينات لجزء اللور بتاع الجسم. نشوفكم ان شاء الله في القاعه دي.
يعني كم حركة كده سهلين يتعملوا تهيألي مش صعبين. وزي ما قلت امبارح على موضوع السكواتس ده، لو اتعملت 100 مرة في اليوم على فكرة مش هتاخد أكتر من 3 دقايق ونص 4 دقايق، بس هي لها تأثير بجد سحري لأن هي بتشد كل عضلات وبتعمل تونينج. يعني صعب. مش صعبه خالص. والله صعب. انت جربت؟ فكره قلت مره من المرات خدتني الجلاله، قلت اخد فكره، نزلت عايز اقول لك طلعوني شايلني برابعه. لا يعني يبدو التمرين سهل. ما هو هقول لك على حاجه، احنا زي ما الاخصائيين قالوا لنا، احنا طبعا لو حد ما مارس ده قبل كده مش هيعمل 100 اول مره، فمثلا يبتدي ب 20، بعد كده زود شويه 10 بقى، وهكذا توصل ل 100 في اليوم. بجد مش هتاخد منك حاجه خالص. لما توصلي ل 100 يعني توصلي للمرحله دي معناها ان انت فعلا فت بالمعنى الحرفي، يعني فتنس حاضره بقوه. لان فعلا لا والله صعب جدا، بس انت عشان خلاص واضح ان انت متعوده عليه فخلاص الصعوبه راحت يعني. ممكن. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لليابان، خبر عن شعله العاب طوكيو الاولمبيه اللي هتعرض للجمهور في المتحف الاولمبي الجديد ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمده شهرين على الاقل. تعالوا ناخد فكره اكتر او اكبر من خلال هذا الفيديو. اتفضل. نروح بقى مع حضراتكم بعد كده للفورمولا، وطبعا احنا يمكن برنامج مهتم جدا كمان بسباق السيارات الفورمولا 1. الناس كتيره جدا ليه جمهور كبير جدا زي ما كنا بنقول لحضراتكم، ناس بتسافر ورا الفورمولا 1 علشان تحضر هذه السباقات وبتبقى عندها شغف كبير جدا. لويس هاملتون البطل اللي احنا بنتكلم عنه هنا حقق فوزه 89 في مسيرته الرياضيه في سباق الجائزه الكبرى البلجيكي، ليواصل تقدمه في محاولته هنا للفوز ببطوله العالم للفورمولا 1 زي ما احنا متابعين. هو حصل عليها كريم 6 مرات زي ما قلنا قبل كده، 2008 14 15 17 و18 و19. خلينا نروح نتابع جزء من السباق ونرجع نكمل. لسه مكملين معاكم في عالم سباقات السيارات وسباقات السرعة، هنشوف معاكم فيديو جديد المرة دي عن سباق سيارات 2CV، نتفرج عليه ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. اتفضل. Thank you.
طيب نروح مع حضراتكم بعد كده ليه هنا مباريات أمريكا الشمالية لهوكي الجليد، ونشوف جزء من المباراة الرابعة للدور الثاني واللي فاز فيها فيجاس جولدن نايتس. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل. Robin Leonard with a pick. Vegas on the power play. Too many men on ice call against Vancouver. Here's Stone. Cross ice. Pacioretty scores. I think he should have had it. Nice pass though by Stone and quick release by Pacioretty makes it 1-0. This man's got to get her going here on the power play. 43 is Quinn Hughes. JT Miller with the puck. Cross ice for Pettersson. He scores. A leak. His sixth goal of the postseason, Vegas. Chandler Stephenson, cross ice, Theodore, back to Stephenson, he scores! 2-1 Vegas! Going hard to the net. I don't think there's any goaltender interference there, Kenny. To call it back, we'll have to get another look at it from a different angle. But what a jab. Puck played by Vertanen, up the boards to the left point. For a shot, gets behind Fleury, they score! There you see Horvat react. So Stone's in down low coverage. They have to rotate up high. JT Miller's there, and eventually I think Horvat will get credit for the game. JT Miller up the boards. Hughes chasing. Here's Hughes down the left side. In front, score! What a setup from Hughes to Tyler Toffoli. He needed that as well. That little look right there. The peripheral vision right into the wheelhouse for Toffoli. Tuck comes over once again. Here's Merrill across for a shot by Schmidt. He scores. We are tied at 3. That is blasted by Nate Schmidt to tie this game. That game by Edler. And now Pacioretty for Vegas has Carlson on his left. Pacioretty moves in, drops it off to the trailer. Back in front, they score. 4-3 Vegas. But force that wide. Pacioretty to Schmidt. Schmidt back across his body to Pacioretty, and he finds a way. He has scored twice. Pass in front for Stone, and Markstrom got a piece of that one. Comes back out in front. They score. Pacioretty for Carlson in front. It gets beat to the point of attack by Carlson, and there's the goal. Kenny, we talked about it last night. I was concerned. That will do it. رياضة هوكي الجليد من الرياضات اللي لما بتحصل خناقة فيها ما بين الفرقتين أو لعيب الفريقين بتقلب معجنة دايما يعني، ومن اللحظات اللي ناس كتير من اللي بيحبوا يتفرجوا على الماتشات دي بيستنوها للأمانة، أنا واحد من الناس دي. طيب تعالوا بقى نتكلم عن موضوع تاني، وهنشوف معاكم فيديو جراف مهم جدا الحقيقة. ساعات كتير الواحد بيبقى يعني لسبب أو لآخر ما عندوش مساحة وقت قوي إن هو يروح الجيم أو إن هو يمارس رياضة بانتظام، فبيبقى يعني أضعف الإيمان، أقل حاجة ممكن يعملها إن هو يمشي، سواء يمشي على تريد ميل، يمشي حوالين البيت، يمشي من وإلى أي نقطة والسلام. تعالوا بقى نشوف من خلال هذا الفيديو جراف مجموعة نصايح لكل الناس اللي مهتمة برياضة المشي. Thank you.
دلوقتي في اعتراف كريم قاله واحنا بنتفرج على التقرير ده، قال ان هو بعد الهواء كل يوم هيروح، لان هو بيبقى عنده راديو بعد كده بعدها بساعتين او ساعتين ونص، فبيبقى فيه ساعتين فاضيين تقريبا، هيروح النادي ويتمشى كل يوم ساعة. صح كده؟ بصي بس عشان يبقى كلام واضح وصريح ودقيق، عشان هنراقب. انا ما قلتش هروح، لا قلت بتفكر. انا قلت بفكر. لا احنا أيوة. هننفس بقى. مش احنا بنشجع الناس على الرياضة، لازم خاطر نبدأ. خاطر حسيت بيه وقلت اتفك معاها في الكلام، لكن انا ما قلتش ان بالضرورة. بس والله فعلا، لا بعيدا عن الهزار، فعلا والله فكرة. يا ريت تعمل كده في مساحة وقت لكده. واحد ما ينفعش حتى الواحد يبقى كل يوم بيقدم نصايح للناس من غير ما يكون هو نفسه، بدل ما بيروح كل يوم بعد الهوا بيجيب سندوتشات همبرجر من مطعم هنا معروف وبيجي ياكله بالجبنة. طيب خلينا بقى نروح لحاجة جميلة، وهي لا قبل النوستالجيا. طيب خلينا ناخد زميلتنا نورهان طمان وآخر الأخبار الرياضية من المواقع والصحف المحلية والعربية والعالمية. يا نورهان صباح الخير عليكي، وطلعينا كده ما لديك من أخبار مختلفة، تفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة الشروق، هنطلعكم على أهم وأبرز الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. الخبر معانا الأول من جريدة الشروق بالأرقام، الأهلي يستعرض مشوار فايلر مع الفريق. كشفت صحيفة الشروق النهاردة في تقرير صباحي ليها عن كشف حساب للمدير الفني ريني فايلر مع النادي الأهلي، تزامنا مع مرور عام على قيادة الفريق منذ تعاقد إدارة النادي الأهلي معاه. وكشفت صحيفة الشروق في تقريرها أنه المدرب خاض 36 مباراة مع الفريق، نجح في الفوز ب 28 مباراة، وحقق في خلال 28 مباراة دولت 76 هدف. كمان سلطت الضوء على أول مباراة للمدير الفني مع الفريق، واللي حقق من خلالها بطولة السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك. ومن موقع في الجول، عبد الحفيظ يكشف مدة غياب السلية عن الأهلي. كشف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مدة غياب اللاعب عمرو السلية بعد تعرضه لمزق في العضلة الأمامية بمباراة المصري الماضية اللي فاز فيها النادي الأهلي بهدفين دون رد. وأكد كابتن سيد عبد الحفيظ على غياب اللاعب لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوم. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ أكد على جاهزية اللاعب لمباراة الوداد المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واللي مقرر إقامتها يوم 25 سبتمبر الجاري. ومن موقع سوبر كورة، أسوان يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش. يختتم اليوم فريق أسوان استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدا على استاد الرياضة في الجولة 24 من بطولة الدوري. كمان كابتن أحمد كشري كما ذكر موقع سوبر كورة بيجهز اللاعب أوميد أكري بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وعلى الصعيد العربي، من موقع المصري اليوم، الهلال يستهدف تحطيم الرقم القياسي للنصر في الدوري السعودي والبالغ 70 نقطة. ألو؟ يوم السبت الماضي بأربع أهداف مقابل هدف، ويسعى إلى تحقيق إنجاز فريق النصر بالفوز في المباريات القادمة بعد تصدره بجدول مباريات الدوري برصيد 66 نقطة. ومن صحيفة ذا سان البريطانية، رحيل ميسي يضع سيميوني في مكانة مميزة. ذكرت صحيفة ذا سان البريطانية عن مكانة مميزة سيحظى بها المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بعد رحيل ميسي عن الليغا، بحيث هيصبح المدير الفني الأعلى أجرا داخل الدوري الأسباني. وكشفت صحيفة ذا سان أنه المدير الفني بيتقاضى 413 ألف استرليني كراتب أسبوعي، وميسي يتقاضى 816 ألف استرليني في الأسبوع. ومن شبكة سكاي سبورت الإيطالية، فيدال يطالب بفسخ تعاقده مع برشلونة. كشفت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية عن رغبة اللاعب أرتورو فيدال في فسخ تعاقده مع فريق برشلونة بعد خروجه من حسابات رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق،
كمان شبكة سكاي سبورت الإيطالية أكدت على أن اللاعب يرغب في الانضمام لصفوف إنتر ميلان تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة الشروق، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك جدا جدا نورهان طمان على هذه التغطية الإخبارية الجميلة من الصحف والمواقع المختلفة، شكرا ليكي. نروح بقى للنوستالجيا اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، والنهارده معانا قصه هنحكي حكايه كده عن شخص كان بيلقب بتمساح النيل، هو اسحاق بيك حلمي، اول مصري بيعبر المانش في 30 اغسطس عام 1938. ولد اسحاق حلمي بقريه العلوه ده بمدينه حلوان عام 1901، عشق الرياضه منذ صغره فمارس هنا رياضه كره القدم الفروسيه وبعدين السباحه. والده هو عبد القادر حلمي باشا من اشهر قاده الجيش المصري، لكنه توفي قبل لنجاح ابنه في عبور المانش بعشرين عام. طيب ايه الحكايه بقى مع السباحه؟ هنا عام 1920 تحديدا كانت هناك جلسه في مصيف راس البر، عارفين كلنا كان هناك المصيف ده الاساسي زمان راس البر، والبشوات بتضم مجموعه من الاصدقاء، ضمت كل من الملاكم سيد البشلاوي ونجاتي بيك اباظه، ده كان احد الاعيان، ومستر فيليب اوفرال ده كان رئيس تحرير جريده الايجيبشن ميل. دار هناك حديث بقى عن سباحه المسافه من دمياط لراس البر، كان طولها تقريبا وقتها 15 كيلومتر. شجع الجميع الجريء اسحاق حلمي لهذه المحاولة الجريئة اللي لم يكن هنا بيسبقه احد اليها من قبل. بالفعل قبل هنا اسحاق ووافق ان هو ياخد التحدي ده، وعبر المسافة في 13 ساعة، واستقبلوه هنا بقى وقتها بالطبل والزمور وكانوا فرحانين جدا وتصوروا وغيره. يعني قصة حلوة ان احنا نرجع كده برضو لرياضي مصري قديم ونعرف اول مصري ان هو عبر المانش، اعتقد حاجة جميلة طبعا. وبعدين فكرة التحدي ده جزء لا يتجزأ من الرياضة من حيث المبدأ بشكل عام، وطبعا أكيد عبور المسافة ما بين دمياط لراس البر ده في حد ذاته تحدي كبير عمله رياضي، والبطل إسحاق حلمي اللي قرر أنه يزود مسافة السباحة ليسبح من حلوان حتى القاهرة بطول أو من مسافة إجماليها 25 كيلومتر. بعدها طبعا أصبح هو حديث الوسط الرياضي. هنا بقى بعد هذا الحدث قرر حلمي أنه يعبر المانش طبعا مدفوعا بعدة أسباب، منها أنه كان حابب يقتدي بوالده في إظهار الشجاعة، خصوصا وأن طبعا كل الصحف وقتها ظلت تصفه بأنه سليل الأسرة العريقة، كمان أنه تفرغ لاجتياز هذا الهدف سواء بالتدريب على الشواطئ المصرية أو بالسفر لإنجلترا اللي قضى فيها أسابيع بل وشهور بيتدرب على السباحة، وأيضا سعيه لتحقيق رغبة الملك فاروق الأول. لكن اللي حصل أنه فشل 3 مرات متتالية، أعوام 1924 1925 و1926، لكنه عاود المحاولة مرة تانية لينجح في نهاية الأمر ويصبح أول سباح مصري وعربي بشكل عام يعبر المانش سنة 1938. سنة 66 أصبح هو أول مصري بيرأس أو بيترأس بعثة مصر في سباق كابري الإيطالي سنة 66، وأطلق عليه العديد من الألقاب منها راشد السباحة الطويلة، عميد السباحين المصريين، كمان أطلق عليه لقب فرعون مصر، وبطبيعة الحال نال حظ كبير جدا من التكريمات، مثلا كرموا الملك فؤاد الأول ومنحوا نوط الجدارة، وكرموا الرئيس الراحل محمد أنور السادات بوسام الاستحقاق. وفي 5 نوفمبر عام 1980 رحل إسحاق حلمي الفرعون المصري عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عاما. طيب يعني كده الفقرة الإخبارية خلصت، بس احنا بقى هنروح فاصل ونرجع لفقراتنا الحوارية. النهاردة معانا بطل في بطل نادي أهلي، ومعانا برضو بطل تاني في تحقيق رقم قياسي لموسوعة جانس، يعني معانا فقرتين مهمين جدا ومتشرفين أكيد إن هما يكونوا معانا. والفقرة الثالثة زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة إحنا هنتكلم فيها عن السوشيال ميديا والتواصل مع حضراتكم اللي بيهمنا حقيقي جدا، وسؤال الحلقة اللي إحنا طرحناه امبارح وبنستكمله النهاردة، حضرتك كرجل بترفض أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة تحديدا، وإيه هو أصلا النوع أو نوع العنف ده اللي أنت بتلمسه في أسرتك أو في المحيط بتاعك؟ فاصل ونرجع نكمل.